زعماء الاتحاد الأوروبي سعداء بمرور هذا العام دون أزمة أوروبية، ولكن رئيس المجلس الأوروبي ساخط بسبب موضوع روسيا، وقال إن موسكو لن تتمكن من الوقوف حائلاً أمام مستقبل أوكرانيا في أوروبا. والمستشارة الألمانية تؤكد لم يتغير أي شيء في موقف الاتحاد الأوروبي. الباب مفتوح وليس هناك تاريخ يحدد موعد إغلاقه. نريد عقد الشراكة هذا، وأوروبا أكملت الاستعدادات له، والقرار متوقف على أوكرانيا. بالنسبة إلى أوروبا، لا يتعلق الأمر فقط بالمساعدات المالية، بل أيضا بالقيم. لا ينبغي أن يقتصر الأمر على من سيقدم أعلى عرض، بل على الاتفاق المشترك. فلسنا تجار سجاد لنسأل من الذي يقدم أكثر. ومع ذلك انشغل الأوروبيون بمشاكلهم، فهم يريدون تعاوناً أوثق في السياسة الأمنية والدفاعية. وكان بود فرنسا إقناع الآخرين بتقاسم تكاليف العمليات في جمهورية إفريقيا الوسطى، ولكن أولاند فشل في ذلك. نعم، فعلت ذلك من أجل أوروبا ولمصلحتها، لأنه أفضل نموذج يمكن أن نقدمه لدولة تعد إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم، لمساندتها على منع وقوع مذبحة ومن أجل المصالحة. وفي يناير سيناقش وزراء الخارجية مسألة اعتبار العملية العسكرية الفرنسية مهمة أوروبية.